السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة رابعة هناخد إن شاء الله الدرسين أربعة وخمسة من الوحدة التانية كتاب قطر الندى استراتيجيات عملية الطرح هنا بيقولي استخدم العشرات لحل المسائل الأتية عقليا كما بالمثال يعني أفكر بعقلي كده إزاي أحل مسألة تمانية زائد تلاتة زائد اتنين هو عايزني أكون الرقمين اللي بدوني عشرة وأجمع عليهم الرقم التالت فكده هتبقى أسهل فأنا قلت تمانية واتنين عشرة عشرة وتلاتة عشر نفس الحكاية بقى هنمشي بالمسائل كلها هنا عندي سبعة زائد تسعة زائد تلاتة فقلت سبعة زائد تلاتة عشرة وتسعة تسعة عشر أربعة وستة عشرة وخمسة عشر تسعة وواحد عشرة وسبعة سبعة عشر هنا عندي أربعة وستة عشرة وأربعة وستة عشرة عشرة وعشرة عشرين اتنين وثمانية عشرة واتنين وتمانية وعشرة يبقى عشرة وعشرة برده عشرين طيب اوجد ناتج طرح ما يلي الطرح بتاعنا العادل والطرح بالاستلاف تلاتة ناقص اتنين واحد ستة ناقص واحد خمسة أربعة ناقص تلاتة واحد اتنين ناقص صفر اتنين هنا صفر ناقص أربعة ما ينفعش, استلفنا من السبعة واحد بعشرة بقت عشرة ناقص أربعة ستة السبعة بقت ستة ستة ناقص واحد خمسة هنا برضو أربعة من ستة ما ينفعش, استلفنا من التلاتة واحد بقت أربعتاشر ناقص ستة تمانية التلاتة بقت اتنين اتنين ناقص واحد <applause> واحد تمانية ناقص تلاتة خمسة طيب تلاتة ناقص تلاتة صفر خمسة ناقص اتنين تلاتة سبعة ناقص أربعة تلاتة ستة ناقص سبعة ما ينفعش خدنا من التسعة واحد بعشرة بقت ستاشر ناقص تسعة ناقص سبعة بتديني تسعة التسعة بقت تمانية تمانية ناقص تمانية صفر والتسعة نزلت زي ما هي ستة ناقص واحد تلاتة ستة ناقص سبعة ما ينفعش. خدنا من الخمسة واحد بعشرة بقت ستاشر ناقص سبعة تسعة خمسه بقت اربعه اربعه ناقص واحد تلاته طيب هنا بقى بيقول لي الجزء رقم واحد استراتيجيات الحساب العقلي لعملية الطرح هل تستطيع هل استطيع استخدام مفهوم القيمة المكانية لتحليل الاعداد من اجل اجراء عملية الطرح هو مديني رقمين اهم وعايزني بقى ابدا اعمل لهم عمليه تحليل تحليل العدد المطروح الى عوامله يعني مثلا عندي هنا رقم 4296 هنكتبه هنا في البدايه والرقم ألفين الرقم التاني بقى هو ده اللي هفضل اطرح منه يعني انا عندي هنا أربعة هطرحها من اتنين فهقول يعني أربعة تلاف ناقص ألفين أقول أول حاجة هطرح الألفين ه... واشوف الرقم طلع كام هو كان أربعة تلاف بقى ألفين ميتين ستة وتسعين هندخل بقى على المئات أطر... أرجع أطرح تاني المية طرحنا المية من المتين أهي يبقى عندي هنا اتنين ناقص مي مية, مية بقت مية ستة وتسعين خلاص الالفين كده هتفضل معايا للاخر طرحنا من الالف الميتين مية بقت مية ستة وتسعين ارجع تاني اروح للعشرات هطرح كام هطرح تلاتين نطرح منها تلاتين بقت التسعة ناقص تلاتين اديتني ستين فاضل معايا كام الرقم اللي في, في الأحد الاحاد اطرح تاني كام آه خمسة نطرح خمسة يبقى الرقم عندي الفين مية واحد وستين اللي توصلت له وهو ده الناتج بتاعي نفس الحكاية بقى هنعمل هنا أخد الرقم الكبير الاول الفين سبعمية وتسعتاشر هنكتبه هنا هنكتبه هنا ونبدأ نطرح منه الرقم التاني انا عندي هنا الفين هطرح منها الف يبقى اول رقم هطرحه هو الالف ادخل على المئات هنا كام تلتمية يبقى تاني رقم هطرحه التلتمية ادخل على ايه على العشرات ارجع اطرح منها عشرين بعد كده اطرح التمانية الاحد وانا بطرح بنقص من الارقام هنا يعني طرحت من الالاف اطرح من الالاف طرحت من المئات اطرح من رقم اللي واقف في المئات طرحت من العشرات اطرح من الرقم اللي واقف في العشرات طرحت من الاحاد اطرح من الرقم اللي في الاحاد لحد ما اوصل للناتج النهائي هيديني مية اتنين اه و20 لا دي مسألة تانية هيديني الرقم بتاعي الف تلتمية واحد وتسعين هنا عايز نحل في الكراسة بنفس النظام ده انا بصراحة حليتها على طول الطرح بتاعنا العادي طلع لي الرقم مية وعشرين طيب هنا استراتيجية العد التصاعدي مع تحليل الاعداد طيب هنا مديني برضو اربعة تلاف ميتين ستة وتسعين ناقص الفين مية واحد هعملها ازاي هجيب البداية هتكون من هنا الرقم بتاعي هو مية واحد وستين ده الخط الصغير وهنا هكتب الكبير وهنا هكتب الرقم الكبير دي البداية ودي ايه النهاية وابتدي بقى اقول هنا اربعة من اتنين يعني أربعة آلاف ناقص ألفين ألفين أروح واخدة من البداية اللي هو من الرقم الصغير أفضل أطلع بالأرقام للرقم الكبير طب هنا ألفين يبقى أنا خليت أول حاجة الآلاف وصلتها من ألفين لأربعة أدي الأربعة بعد كده الرقم التاني هنا ميتين وهنا مية هترحهم من بعد ديني كم مية يبقى هزود مية زودنا كمان مية بقت اربعتلاف ميتين واحد وستين طبعاً عندي اللي بعده كام؟ اللي بعده تسعة هنا تسعة من ستة تلاتة بقى تلاتين يبقى رحت جامعة كمان تلاتين تمام وصلتها لاربعتلاف ميتين واحد وتسعين فضل ستة من واحد خمسة رحت جامعة هنا ال يبقى كده ايه الرقم اللي طلع لي 2135 هو ده الناتج او 2000 زياد 100 زياد 30 زياد 5 يبقى الناتج بتاعي 2135 نفس الحكايه برده هنا هنعملها اطرح تلاته من واحد اتنين يبقى هنا هجمع الفين بعد كده خمسه من تلاته متين هروح جمع المتين بعد كده تمانيه من خمسه تلاته اجمع تلاتين تسعه من سته تلاته اجمع تلاته يبقى الرقم عندي الفين اطرح من هنا لهنا وشوف ناتج الطرح ايه اجمعه بقى فوق لحد ما اوصل الرقم ده بالقفز التصاعدي اصعد بيه لحد ما اوصل للرقم بتاعي ده وبعد كده بجمع الارقام اللي انا زودتها طيب تعالوا نشوف هنا كمان بيقول لي الجزء الثاني بقى الطرح مع إعادة التسمية هنا جايب لي مسألة وبيقول لي هل توافق الرأي بتاع الولد ده حل صح ولا غلط أنا قلت هو الحاجة الوحيدة اللي حلها صح هنا انه طرح ال 600 ناقص صفر ب لكن الباقي عمل غلط هو 30 ناقص 20 لا هي المفروض 20 ناقص 30 الخطا اللي عمله اه ان هو المفروض يقول 2 8 مش 8 2 ويقول 20 30 مش 30 10 فانا عملت ايه قلت له الحل الصحيح بقى ان هو اول حاجه هنحل بقى العادي بتاعنا اللي هو الطرح بالاستلاف فاقول له المفروض يقول 12 8 ب 4 2 2 ب 0 6 0 ب 6 والناتج النهائي هيديني 604 مش 616 فانا الطرح بالاستلاف اسهل من الايه من ال اللي هو بيعمله ده كله بصراحه فلازم نعلم ولادنا ازاي يعملوا طرح بالاستلاف ده اهم حاجه الحاجات الاساسيه بتاعتنا اللي احنا بندرسها من صغرنا هي دي الاساسيه الجمع بالحمل او الجمع بالاستلاف ده الاساسي من كل الاستراتيجيات دي يعني طيب هل استطيع اجراء التقدير للتحقق من معقوليه الاجابه؟ تعالوا نشوف انا مديني اهو مسألة مسألة طرح ببدأ أطرحها عادي تلاتة ناقص واحد اتنين خمسة ناقص ستة استلفت من التلاتة ماشي بقت خمستاشر من ستة آه تسعة التلاتة دي بقت اتنين ناقص واحد واحد أربعة ناقص أنا كده جبت الناتج الفعلي هو بيقولي أقربها لأقرب عشرة فين العشرات أهي طب التلاتة هتنزل بصفر وباقي الرقم زي ما هو طيب هنا الواحد هينزل بصفر وباقي الرقم زي ما هو وأبدأ إيه أطرحه طلع هنا ألفين مية وتسعين رجع تاني قالي عايز أقربهم لأقرب ألف يبقى كل الأصفار دي هتنزل به كل الأرقام دي باصفار ونحط الرقم الأخير هنا أربعة آلاف وهنا ألفين طلعت ألفين طيب مين الرقم القريب للرقم الفعلي هو أول واحد اللي هو الأقرب عشرة أقول التقريب لأقرب عشرة هو الأقرب إلى الناتج الفعلي طيب هنا برضو مديني مسألة هبدأ أطرحها الأول ستة ناقص واحد خمسة ستة ناقص ستة صفر سبعة من واحد ستة تمانية ناقص اتنين ستة أبدأ أقربها لأقرب عشرة الستة هتنزل بصفر هتدي الستة التانية واحد تبقى سبعة وبقية الأرقام زي ما هي هنا الواحد بصفر وبقية الأرقام زي ما هي طرحناها من من بعض طلعت وعشرة هنا عايز أقربها لأقرب ألف كل الارقام دي باصفار بس هنا السبعة من الارقام الكريمة هتدي التمانية واحد تبقى تسعة آه هنا برضو آه كل دول هينزلوا باصفار الواحد من الارقام البخيلة هتنزل للاتنين زي ما هي بقيت هنا تسعة تلاف ناقص الفين اديتني سبعة تلاف فطبعا هقول اللي هي التقريب لاقرب عشرة هو الاقرب للناتج الفعلي طيب ما رأيك في معقولة الحل قلنا خلصت الاقرب طيب هنا برضو نفس الحكايه واحد ناقص تسعه مينفعش هستلف من السبعه واحد دي بقت حداشر ناقص تسعه اتنين ، حداشر ناقص تسعه اتنين هنا بقت سته ، سته ناقص اتنين اربعه ، تسعه ناقص تلاته سته ، اربعه ناقص واحد تلاته قربنا لأقرب عشرة هنا ده ينزل بصفر وبقية الأرقام زي ما هي التسعة تنزل بصفر هتدي الاتنين واحد تبقى ثلاثة الأرقام زي ما هو ونبدأ نعمل عملية الطرح هنا أقرب لأقرب آه ألف التسعة من الأرقام الكريمة هتدي الأربعة واحد تبقى خمسة آلاف الثلاثة من الأرقام البخيل ده هيبقى ألف زي ما هو خمسة آلاف ناقص ألف هتديني أربعة آلاف وطبعا الأقرب هو الحل المعقول يعني هو التقريب لأقرب عشرة طيب تعالوا نشوفوا هنا بقى استخدم الرسومات لتمثيل العمليات الآتية في جداول القيمة المكانية كما بالمثال برضو الدنيا ملخبطة هنا خالص في المسألة فأنا برضو حليت بالاستلاف العادي بتاعي هنا مديني ايه هحط الرقم الموجود هنا اللي هي 4354 تلتمية اربعة وخمسين فحطيت هنا الاربعة في الاحاد خمسة في العشرات هم المئات حطيت ثلاثة وعندي هنا الأربعة في الآلاف ببدأ أقول بقى هنا واحد ناقص أربعة أربعة ناقص واحد تلاتة خدنا تلاتة بعد كده خمسة ناقص ستة ما ينفعش خدنا من التلاتة اهي بصوا خمسة ناقص ستة ما ينفعش استلفنا من المئات واحد خلاص خدناها اهي نزلناها هنا عند العشرات بعشرة بقت عندي الرقم خمستاشر ناقص آه خمستاشر فين هي خمستاشر ناقص سته اديتني تسعه هنا خلاص شلنا منها واحده طيب والثانيه ثلاثه آه ناقص واحد آه شلنا منها واحد اهو بقت تفضل هنا بقت اتنين تلاتة دي لما خدنا منها واحد اتبقى اتنين بقت اتنين ناقص واحد اديتني واحد والاربعة ناقص اتنين شلنا منها اتنين اتبقى اتنين بصراحة لخبطة جامد قوي هنا لكن لما بنحلها بطريقة الطرح العادية بتاعتنا اسهل بكتير فانا عملت نفس المسألة هنا برضو مسألة تانية وحليت الطرح بالاستلاف نفس الحكاية برضو هنا وهنا طرح بالاستلاف هتعملوها زي دي بالظبط طيب تعالوا نشوف هنا اذا كانت المسافة بين مدينتين الفين تلتمية فاذا تحرك القطار الف وربعمية فكم تكون المسافة المتبقية هو عايزني اعملها باي استراتيجية من اللي احنا حليناها طبعا مفيش مكان فانا عملت طرح عادي انا عملت الطرح بالاستلاف العادي فهنطرح الرقم الكبير من الرقم الصغير و... ونشوف النتيجة هتطلعي نفس الحكاية هنا كان عداد السيارة على رقم 4560 وبعد أن سافر أسامة إلى أحد المدن وجد أن العداد سجل رقما جديدا وهو 7720 برضو طرحنا الرقمين من بعض وده طرح بالاستلاف وطلعنا الرقم بتاعنا طيب هنا استقبل مطار القاهره يوم الخميس اربع رحلات متتاليه انظر الى الجدول التالي الذي يوضح اعداد الزائرين ثم اجب اول حاجه هو مديني اهو الجدول بيقول لي ما الفرق بين عدد الزائرين في الرحله الثانيه والثالثه الثانيه والثالثه طرحت الرقمين من بعض اداني 16 كم يزيد عدد الزائرين في الرحله الاولى عن الرحله الرابعه فطرحنا الرحله الاولى من الرحله الرابعه ادتني 242 طبعا طرح بالاستلاف اسهل بكتير من اللي هو عمله ده تعالوا نشوفه هنا في الكتاب الملحق نفس الحكاية برضو تعالوا نشوف طرح عادي تسعة ناقص تسعة صفر من تسعة ما ينفعش خدنا من التمانية واحد بعشرة بقت تلتاشر من تسعة أربعة سبعة ناقص واحد ستة سبعة ناقص اتنين خمسة خمسة ناقص صفر خمسة أربعة ناقص صفر أربعة دي عملها خمسة دي أربعة اجمع اوجد ناتج الطرح اربعة ناقص صفر لا هنا اربعة طيب اتنين ناقص اربعة ما ينفعش خدنا من الستة آه واحد بقت اتناشر ناقص اربعة تمانية هنا بقت خمسة ناقص اتنين تلاتة اربعة ناقص تلاتة واحد تلاتة من اربعة ما ينفعش خدنا من السبعة واحد بقت عشر من اربعة تسعة السبعة بقت ستة ستة ناقص اتنين اربعة صفر ناقص صفر صفر أربعة من تلاتة واحد تلاتة من تسعة ما ينفعش خدنا من السبعة واحد بقت عشر ناقص تسعة أربعة ستاشر ودي سبعة من تمانية ما ينفعش خدنا من الاتنين واحد بقت ستاشر ناقص تمانية تمانية والواحد راح مع الواحد خلاص تمانية ناقص أربعة, أربعة أربعة اتنين من ستة ما ينفعش رحنا للتلاتة خدنا واحد بعشرة بقت اتناشر من ستة ستة اتنين ناقص واحد واحد تلاتة ناقص اتنين واحد طيب هنا بقى عندي صفرين كنا بناخدها واحنا صغيرين نقول اول صفر يبقى عشرة الصفر التاني تسعة التالت رقم ناخد منه واحد بقت عشرة ناقص واحد تسعة تسعة ناقص صفر تسعة الاتنين من اللي اتنين كانت بقت واحد واحد ناقص اتنين ما ينفعش خدنا من الخمسة واحد الخمسة بقت اربعة والواحد بقى حداشر حداشر ناقص اتنين تسعة اربعة ناقص اتنين, اتنين طيب انا يعني عايزني نعمل نفس المسألة اللي احنا عملناها طيب آه برضو هنحط هنا الرقم الكبير وهنا الرقم الصغير ونبدا برضو نقول ستة من أربعة اتنين فهجمع هنا الألفين حطينا الألفين وبدأت أعمل عملية طبعا ما تحلتش بسهولة زي التانية إن أنا بطرح رقم من رقم لا لا ده أنا في طرح بالاستلاف فأنا عملتها من هنا الأول وبعد كده روحت حلاها طلعت معايا في الآخر ألفين مية أربعة طيب هنا نفس الحكاية برضو عندي سبعة تلاف هجيب هنا سبعة تلاف ستمية خمسة وأربعين وهنا الرقم التاني ثلاث تلاف وربع وأبدأ برضو سبعة من أربعة سبعة من ثلاثة تدينى أربعة تلاف أجمع الأربعة تلاف هنا بعد كده أدخل على الرقم التاني ستة من أربعة اثنين يبقى مئتين هنرجع نجمع مئتين بعد كده الأربعة من أربعة من الصفر أربعة يعني بأربعين هنزل الأربعين الخمسة من الصفر خمسة هنجمع الخمسة يبقى عندي أربعة تلاف ميتين خمسة وأربعين أربعة تلاف ميتين خمسة وأربعين أفضل يعني أطرح من هنا واللي أطرحه يطلع أجمعه فوق طيب تعالوا نشوف هنا برضو حل المسائل الكلامية الآتية بقى مخبز 1232 قطعة كيك فى يوم واحد فاذا باع المخبز 876 قطعة كيك فى الصباح ما عدد قطع الكيك التي تم بيعها خلال باقي الايام برضو طرحت الرقمين من بعض وداني آه عملت طرح عادي برضو طرح بالاستلاف فاداني آه مساله بالاستلاف اتنين من سته ما ينفعش بقت اتناشر اتناشر من سته آه سته 3 بقت اتنين اتنين من سبعه برضو ما ينفعش. خدنا من الاثنين آه واحد بقت اتناشر من سبعه خمسه الاتنين بقت واحد واحد من تمانية مينفعش خدنا الواحد بقت حداشر من تمانية تلاتة نفس الحكاية هنا كتاب يتكون من ألف خمسمية ستة صفحة ثم قراءة تم قراءة سبعمية اتنين واربعين صفحة اوجد عدد الصفحات التي لم يتم قراءتها بطرح برضو الرقم الكبير من الصغير ستة ناقص اتنين اربعة من اربعة ما ينفعش خدنا من الخمسة واحد بقت تلاتاشر من اربعة تسعة الخمسة بقت اربعة اربعة من سبعة ما ينفعش خدنا هنا واحد بقت اربعتاشر من سبعة ادتني سبعة هنا الناتج الفعلي مديني المسألة هي الناتج فعلي هطرحها عادي طرح عادي بعد كده الناتج التقديري عايز التقدير بتاعها واحنا عارفين ان التقدير لاقرب الف على طول هنا السبعة من الارقام الكريمة هتدي الاربعة واحد بقت خمسة الواحد من الارقام البخيلة التلاتة هتنزل زي ما هي بقت خمسة آلاف ناقص تلات نفس الحكاية هنا تمانية من الارقام البخيلة هنا بنجمع المسألة بتاعتنا الأول عادي بنطرحها عادي وبعد كده هنا بنقول التمانية من الأرقام البخيلة كله بصفار وهنا هتدي الستة واحد بقت سبعة التمانية برضو من الأرقام الكريمة كله هينزل بصفار وهتدي الستة واحد تبقى سبعة يبقى سبعة ناقص سبعة <applause> كله صفار هنا مديني تمانية لا هقول له الناتج غير مقبول ده اداني رقم وهنا برضو ناتج التقريب للألاف غير مقبول هي العشرة هي اللي بتبقى قريبة وكده خلصنا الدرس الجميل ده جميل جدا بصراحة يعني الله مستعين أشوفكم ان شاء الله مع الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته